استاذ علي سمعت اللي قالته سسجة، وقالت بان هنالك ظروف على الرجل ما تخليه يشوف اولاده، والاربع ساعات غير كافيه، فوجه اعتراضكم مثلا على هيك تعديل شنو، وشنو اللي يصب بمصلحه المراه بهالحاله؟ شوفي احنا لو ترجعين على الحقيقه ست الفاضله، هذه الجدل اللي يصير وفق عفوا على موضوع الماده 57 من قانون الاحوال الشخصيه، احنا فقط للحالات العقيمه، الحالات العقيمه يعني اللي اقصدها اني جنابك وجناب زميلتي راح تفهمها، الحالات العقيمه اللي هي تصير مشاكل جدا عقيمه ما بين الطرفين، تمام؟ نعم. تقدرون يعني من بدايه الامر يقدر الزوج بدل ما يطلع الشارع او يطلع على قبه البرلمان المحترمه يطالب بتعديل الماده 57، نعم، هو يبادر بالصلح، يبادر بمصالحه مع طريقته او نعم. زوجته، نعم. تمام، تشوف اطفاله متى شاء، خلي يكون امين على المحظون هو ايضا كذلك. نعم. احنا بدنا نتكلم على امراه محتفظه بجميع شروط الحضانه. نعم. واني جاوبتك عفوا جاوبتك قبل قليل، اذا كان الطفل بمدرسه، تمام، هل والده راح يعني راح يقبل انه الطفل يتغير؟ نعم. ويجي بحضانته؟ نعم. هاي واحدة. اثنين، توجد عندنا حالات احنا الخير الخص، احنا بمجتمع الخير الخص والشر عم، نعم، تمام، توجد حالات احترامي طبعا لكوني رجل واحترامي لاخواني المطالبين بتعديل المادة 57، نعم، توجد حالات قليلة اللي هي حالات حقيقة حالات شاذة، نعم، يوجد اطفال، يوجد عفوا يوجد اباء معنفين لاطفالهم، يوجد اباء مستغلين للطفوله، نعم، يستخدموهم بالتشرد، يستخدموهم، نعم، بغير مواضيع، يوجد اباء متحرشين. ست الفاضله وتجينا المكاتبنا طبعا عده حالات انه الاب متحرش ببنته اللي عمرها 5 سنوات او عفوا 6 سنوات او تكون، نعم، سادس ابتدائي او اول متوسط او الى اخره، نعم، اللي هي تكون تحت سن الحضانه عند والدتها. هذه حقيقه. طبعا انا اجتني حاله قبل سنتين. نعم. والله العظيم والله اجتني حاله قبل سنتين. نعم. الطفله صف رابع ابتدائي، راحت يم والدها، نعم، اكتشفت انه والدها متحرش بها، طفله ما تعرف ما تفتهم، نعم، رجعت والدتها قالت لها ماما بابا هيك وهيك سوى وياي، وتعرفين احنا الطفل يحكي لامه، يفتح قلبه لامه، يسولف لامه، ما يخاف من امه لانه امه هي ست الحبايب، احنا نقول قريب عليها من ناحيه الحنان.